لنحكي اكثر ونضوي على مؤتمر كوب 28 وبنرمز بالاحرف كوب الى الاحرف الاولى من مؤتمر الاطراف، وبنعني بكلمه الاطراف هي الدول والبلدان اللي وقعت على اتفاقيه الامم المتحده للمناخ. طبعا امس يا هايدي نهار الخميس استضافت الامارات مؤتمر كوب 28 في اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغيير المناخ. طبعا هذا المؤتمر بيهدف لتسريع وتيرة الانتقال لطاقات النظيفة. أكيد، وكمان بيهدف المؤتمر لتوحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد حلول للتحديات المناخية، وبيشهد كوب 28 أول تقييم عالمي لتحديد مدى التقدم بتنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري، ورح يكون فرصة لتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام. لنحكي أكثر مشاهدين على الموضوع، بس عدنا أن تكون معنا لليوم الباحثة الاقتصادية والخبيرة بالتنمية المستدامة ريما طليعة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك ريما. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ بخير. تمام مشكرا. تمام. اليوم نحن بخطوة جدا مهمة. اليوم بدأ مؤتمر كوب 28. اليوم خلينا نحكي بشكل عام عن أهمية هذا المؤتمر والهدف منه، واليوم سوريا هي من الدول المشاركة ضمن هذا المؤتمر، وأكيد في أهمية لهي المشاركة. أكيد سوريا تشارك في المؤتمر كوب 28 من خلال وفد الجمهورية العربية السورية، ويترأس هذا الوفد السيد رئيس مجلس الوزراء السيد حسين عرنوس. طبعا تأتي أهمية مشاركة سوريا في هذا المؤتمر من خلال نقطتين أساسيتين. أولهما أن سوريا هي مشاركة وعضو في العديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية المناخ عام 2007 وأيضا اتفاق باريس. ولاحظنا نحن في سوريا أن يعني هذا بدأ جليا منذ عام 2007 وحتى تاريخ 2010، بدأ جليا على التطور الواضح في الاقتصاد السوري ولا سيما قطاع الزراعة، مما لذلك من مساهمة في تخفيف انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، نظرا لأنه الغطاء النباتي يساهم في امتصاص الغازات الناجمة عن الصناعات والحروب. أيضا ما رح ننسى يعني انبعاثات الناتجة عن الحروب التي يتعرض لها العالم على وجه العموم وسوريا على وجه الخصوص. طبعا بدأت سوريا بالعمل الجدي يعني حماية المناخ، ويهمها هذا الأمر كما كل دول العالم. منذ عام 2007 بالعديد من المشاريع بخطى ثابتة وقوية، ولاحظنا النمو الاقتصادي آنذاك، إلا أن الحرب على سوريا يعني خربت ما خربت ودمرت ما دمرت، وما يعني بقي من هذه المشاريع، وتم أيضا استحداث مشاريع جديدة للعمل ضمن هذه المنظومة وفق السياق العالمي، إلا أنه الحرب يعني تحد من الإسراع بعمل هذه المشاريع. هذه النقطة الأولى من أهمية مشاركة سوريا. أما النقطة الثانية تأتي ضمن أن عندما تحول العالم إلى منظومة التنمية المستدامة أواخر القرن العشرين، وبدأ بالتنفيذ العملي والفعلي مطلع القرن الواحد والعشرين من خلال التوجه إلى الاقتصاد الأخضر لحماية المناخ وتخفيف الانبعاثات، تعهدت الدول المتقدمة بدعم وتمويل دول العالم الثالث والدول النامية والدول الفقيرة. وطبعا النقطة الثانية تأتي بمطالبة يعني الوفد السوري إن صح التعبير بحق السوريين أسوة بباقي الشعوب بهذا الدعم والتمويل الذي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث والدول الفقيرة والتي تتعرض للحروب. هذا باختصار شديد. تمام أستاذة ريما، يعني سوريا هي من الدول الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وبدأت هي الآثار تظهر بوضوح بمناخ المنطقة، من حرائق، من عواصف، من جفاف، وتغير أيضا من مواعيد الرزنامة الزراعية. هذا الأمر يمكن بيخلي قدرتنا على تأمين الغذاء والمياه أكثر صعوبة. خلينا نحكي شو مسؤولية اليوم المجتمع المحلي والدولي كمان.
تمام. هلا عم تحكي مثل ما تفضلتي عن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحراره. طبعا انا ذكرت بالبدايه انه سوريا يعني وقعت ضمن اتفاق باريس والذي يعنى بالاحتباس الحراري لتخفيض درجة الحرارة، يعني الدول العالم مجتمعة تساهم في يعني بخطوات معينة ضمن منظومة يعني حماية المناخ لأجل تخفيض درجات الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري. طبعا سوريا عضو بهذه الاتفاقية والتي يسعى العالم، يعني كل العالم، لأجل الوصول إلى ما يسمى بالحياد الصفري. ماذا يعني الحياد الصفري؟ الحياد الصفري يعني كل دولة تعنى بغطاء نباتي إن صح التعبير موازي أو يحقق نسبة امتصاص انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون مساوية للغازات الناجمة عن الصناعات التي تقوم بها هذه الدولة. يعني احنا عنا بيطلع تقاطع بين الانبعاثات والخطوات التي تحمي المدن، يعني التقاطع يساوي صفر. هنا تأتي مسؤولية المجتمع المحلي. علينا جميعا دون استثناء، أطفال، نساء، شباب، مستثمرين، رجال أعمال، أصحاب مشاريع، فلاحين، مزارعين، دون استثناء الزراعة، كل يوم كل أسبوع أن نضع برنامج نحن المجتمع المحلي لزراعة الأشجار، نظرا لأن الغطاء النباتي هو الذي يحمي من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. وهذا يعني أضعف الإيمان بالنسبة لسوريا، لاسيما أننا نعاني يعني منعكسات الحرب الدولية والإرهابية على سوريا. أما المجتمع الدولي، ما هي مهام المجتمع الدولي ومسؤولية المجتمع الدولي؟ تأتي هنا مسؤوليته بالتزام بالتعهدات بدعم وتمويل الدول النامية والدول التي تتعرض للحروب والدول الفقيرة، لأجل يعني أن تساعدها في أن تخطو خطوات متسارعة لأجل التوصل إلى الحياد الصفري والتي تسعى إليه كل الدول. هذا يعني كهدف أول للمجتمع الدولي يعني عليه أن يقوم بفعله. وأيضا خطوات جدية لإنهاء الحروب. الاحتلال يعني هو يعني أكبر مسبب لانبعاثات الغازات في الجو التي تسيء إلى البيئة. وأيضا عندما تتضرر البيئة ويعني بكل مكوناتها، أيضا ينعكس ذلك على صحة الإنسان. طب خلينا نرجع ستريما شوي لكوب 27، لمؤتمر 27. بهذا المؤتمر خلينا نقول كانت مرحلة من وضع الأفكار والتخطيط لكوب 28. برأيك ومن خلال تجربتك وعملك، خلينا نعرف من حضرتك، اليوم ممكن نشهد نحن بكوب 28 أنه هاي القرارات تبصر الضوء ويكون في التزام من الدول بهاي القرارات؟ واليوم برأيك شو أهم الصعوبات اللي ممكن نشهدها المؤتمر؟ الصعوبات بالتوجه، يعني خلينا يعني مثل ما حضرتك تفضلتي انه لخطى تنفيذيه بمجال المناخ. انا من منبر هالقناه بدي اوجه سؤال للعالم كله. اذا تحدثنا عن الخطوات التنفيذيه لكوب 28، ماذا عن الولايات المتحده الامريكيه التي تنهب وتسرق البترول في الشمال السوري؟ وايضا السيطره على سله سوريا الغذائيه ايضا في الشمال السوري. ناهيك عن يعني لن أتحدث بتفاصيل أخرى بباقي الأماكن بسوريا. طالما أن الدول اجتمعت على أنه نحن نحافظ على المناخ، لماذا دولة عظمى باقتصادها كالولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حتى اليوم تسرق أو تنهب البترول أو الوقود الأحفوري طبعا من الشمال السوري؟ هنا لابد من المجتمع الدولي أن يتوجه بخطى جدية، ليست فقط اقتصادية وإنما أيضا سياسية، لإيجاد حلول لاحتلال أي دولة في العالم لدولة أخرى على وجه العموم، والاحتلال التي تعرضت له سوريا على وجه الخصوص. هذا يعني بالدرجة الأولى. أما إذا ما تحدثنا عن خطوات جدية لدول، فعلا هناك يوجد خطوات جدية. أنا تابعت العديد من أوراق العمل للدول العربية وأيضا حتى سوريا، يعني دليل البيئة صدر قبل أن يذهب الوفد الوزاري إلى كوب 28، صدر دليل البيئة ويعني تم تحميله على مواقع التواصل الكافة. بإمكان أي مواطن سوري أو من خارج سوريا أن يرى دليل البيئة
فيه بالتفصيل الممل ما تعرضت له سوريا من عمليات تخريب وتدمير لبنى تحتية وأيضا من مشاريع لا تزال قائمة حتى اليوم، وتسعى الحكومة جاهدة للعمل بها وتطويرها وتنميتها رغم الإمكانيات البسيطة. طيب خلينا نحكي المكونات البصرية. طبعا أنا بس عفوا بدي أتشكر يعني دولة الإمارات العربية المتحدة يلي عم تستضيف كوب 28 وأيضا كمان أعلنت عن يعني كخطوات جدية تنفيذية بكوب 28، أعلنت عن صندوق حلول مناخية منذ الساعات الأولى للمؤتمر، وأيضا كان في مبادرة كتير حلوة اللي هي غرس الإمارات، طبعا هي ضمن خطة الإمارات بزراعة 1,000,000 شجرة واللي بيساهم فيها كل المجتمع في الإمارات حكومي وخاص وقطاع ثالث. أيضا هي قدمت يعني كنوع من الهدية المعنوية لكل زائر في هذا المؤتمر 10 غراس يعني كحافز للتشجيع على الغراس والزراعة. هلا هي بالإمارات يعني هي خلينا نعتبرها ك يعني شيء معنوي يعني تحفيز إنه كل زائر يحمل هاي الذكرى الحلوة وينفذها ببلده، يعني أعتقد يعني هذا هو المقصد من هذه الهدية، وخطوة جدا جميلة ورائعة. أكيد ريما عم نحكي عن المكونات البصرية للشعار، تسليط الضوء على العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار. طيب كيف نحن اليوم ممكن نفعل هاي العناصر بإعمار سوريا؟ تمام. الإنسانية هي عنصر جدا هام، إذا بدنا نحكي نحن هلا بهي العناصر فقط عن سوريا رح أحكي. الإنسانية هي عنصر أو شعور جدا هام حتى نتماسك أكثر، نتكاتف أكثر، نتصالح، نتسامح، نرجع نعمل إيد وحدة كل المساحات السورية بكل محافظاتها وكل أريافها حتى نحافظ على سوريا واحدة موحدة ونعيد بناءها مو مثل ما كانت بال 2010، لا كمان أحسن وفق هاي الخطوات الحديثة التي يتجه إليها العالم. هذا بالنسبة للإنسانية. بالنسبة للطبيعة أنا بأكد دائما أنه صحتنا نحن من صحة الطبيعة وصحة الطبيعة من وعينا نحن بالتعامل مع الطبيعة. واجبنا تجاه اليوم بأضعف الإيمان وضمن هاي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها إنه نزرعها، يعني ما نخلي مساحة غير مزروعة، لسيما إنه بعض الدول توجهت للغطاء الأخضر الكلي، يعني حتى البرندات بالبيوت الصغيرة والأبنية كانت واجهاتها كلها خضراء. أما موضوع بدنا نحن بالترتيب يعني نحافظ عليهم الإنسانية الطبيعة والتكنولوجيا، اليوم الشباب هم خير من يعمل بالتكنولوجيا وينفذ الخطوات الحديثة العالمية ببصمة سورية بواسطة التكنولوجيا حتى نحصل على إنتاجية أعلى. يأتي الابتكار، الابتكار دائما هو الأداة يلي بتخلينا نفعل هذا المزيج يلي هو الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا حتى نحن نصنع تقدم ببصمة سورية. يعني كل دولة حسب ظروفها، حسب خصوصيتها، حسب الصعوبات اللي عم بتواجهها، حسب مواردها إذا كانت متوفرة كثيرا أو غير متوفرة، متاحة أو غير متاحة، والموارد طبعا هي موارد بشرية وموارد مادية، كل هذا يشكل مزيج وعناصر ممكن نحن من خلال الابتكار ودعم الإبداع والابتكار من خلال هاي العناصر نبتكر حلول لا يعني يكون عنا سوريا غير، وبدءا من اليوم. أكيد. طيب ريما خلينا نروح شوي للجمعيات الخيرية وأي جهة خلينا نقول أهلية مهتمة بالنظام البيئي والموازنة البيئية، واليوم نحن شفنا عندنا تجارب في سوريا أيضا بتروح لألف غرسة وعم نشوف هنو جمعيات خيرية بيروحوا، يعني دائما نحن متعودين على الدعم المادي على الدعم السلال الغذائية، ولكن هي جمعية كانت مختصة بالغرس بدعم الغطاء النباتي. اليوم شو أهم مشاركة هاي الجمعيات ضمن مؤتمر أطراف؟ طبعا هيدي جمعيات مشاركتها جدا هامة، تدل على الفكر الراقي والفكر الإنساني والفكر التي يعني يواكب كل التطورات التي من شأنها
حماية البيئة والمناخ والارتقاء بسوريا نحو الأفضل. يعني هيك جمعيات هي تعتبر جمعيات صديقة للبيئة وتمثل سوريا أيضا في المجتمع العالمي، وإن دل على شيء إنما هو يدل على رقي السوري وتجدد السوري دائما أينما كان وأينما وجد. طيب خلينا نحكي عن أهمية الاقتصاد البيئي أو الاقتصاد الأخضر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية اللي ممكن تهدد المستقبل. الاقتصاد الأخضر هو توجه عالمي بيساهم الاقتصاد الأخضر بتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات، وأيضا يؤدي إلى الوصول إلى الحياد الصفري. يعني نحن اليوم بسوريا إذا منشتغل كلنا إيد وحدة ويعني حتى يكون في عنا كل الأراضي مغطاة وخضراء، نحن يعني وفي ظل انخفاض الصناعة بسبب هذه الحرب على سوريا نستطيع، ربما نستطيع، أنا لن أجزم، ربما نستطيع الوصول إلى الحياد الصفري. الحياد الصفري اليوم كل الدول تسعى للتوصل إليه لأنه هو يعني معيار وأساس لتقدم الدولة، بالرغم من يعني حجم الدمار الهائل الذي سببه الإرهاب وما تسببه أيضا هذه الحرب على سوريا وأيضا الدول المجاورة. يعني لا ننسى نحن فلسطين يعني وما يحدث في لبنان، كل هذه الانبعاثات تؤثر على المنطقة على حد سواء، علما أنه حقيقة المسؤول الأساسي عن انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون وتلوث الجو هو الدول التي تملك الصناعات الكبرى والعظمى. الوطن العربي هو مسؤول بنسبة يعني تقريبا 5% عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الطبيعة، إلا أنه المنطقة الأكثر تضررا من تغيرات المناخ والانبعاثات الغازات في الأجواء. طبعا نحن يعني منأكد بموضوع الاقتصاد الأخضر، يعني على كل الدول أنه تلتزم بوعودها وتعهداتها للدول النامية والدول العالم الثالث بأنه هي تدعمها وتمولهم، يعني تمول مشاريعهم، لأنه المسؤول الأكبر عن هذا هي الدول ذات الصناعات الكبرى والتي تنفذ الحروب والاحتلال. طيب ست ريما بالدقيقة الأخيرة خلينا نروح نشوف، نحن دائما في أهمية لزيادة الوعي والثقافة بتعريف بالنظام البيئي بالمناخ، واليوم قدامهم نحن نعرف كيف نحافظ عليه. حسب دراسات نحن مقبلين على صيف 2024، يعني العالم ما شهدته بالحرارة، حسب دراسات العالم ارتفاع درجات الحرارة ب 2024 بسبب الاحتباس الحراري. تمام. خلينا نحكي اليوم أهمية التوعية وأهمية الكورسات للناس اليوم للحفاظ على هذا النظام البيئي. تمام. هلا نحن عم نشهد كثير، يعني كثير بمجال التدريب عندنا بسوريا، في نشاط بمجال التنمية، بمجال الإدارة، الاقتصاد، لكن بالمجال البيئي والاقتصاد الأخضر، يعني بتشكرك عن جد على هي السؤال وهي اللفتة. نحن ما عم نشهد كتير دورات تدريبية وكورسات بمجال تنمية الاقتصاد الأخضر والبيئة، علما أنه الاقتصاد الأخضر يعني كتير فيه مشاريع ممكن أنه يساهم فيها القطاع الثالث. أنا يمكن ذكرت كمان بحلقة على الإخبارية السورية الأسبوع الماضي حكينا أنه عندنا كتير مشاريع مثل يعني مثلا الفنادق الخضراء، الفنادق الريفية، السياحة البيئية، أيضا الزراعة اللي ممكن تنفذها جمعيات. كتير هاي القصص اليوم بحاجة أنه تتوجه جمعيات للتدريب على هذا الموضوع. أيضا وسائل الإعلام، يعني إعلام كثير إعلامي اليوم، لازم تماما يوجه جزء كتير كبير من إعلامنا باتجاه المجتمع المحلي، لأنه هو له دور كتير كبير بهذا الموضوع، حتى الأرمات الطرقية، حتى التوعية بالمدارس، كمان التدريب مثل ما أنت تفضلتي اليوم هو زاوية كتير مهمة لتساعد سوريا يعني مجتمعها بكل مكوناتها. خلي تكون عادي اليوم ستريم هاي القصة مثل أي شيء ثاني بحياتنا، يعني تماما أنه تكون عادي هاي القصص بحياتنا، لأنه هي توجه للمستقبل. نحن اليوم إذا بنحاول نفكر بالمستقبل شلون رح يكون مثلا بعد عام 2030-2040، يمكن نحن ما حنشوف سيارات بتستخدم الوقود الأحفوري،
تستخدم البنزين والعديد من هذه الأمثلة. لهيك لازم نبدأ نتهيأ إن شاء الله. أكيد يعني معلومات جدا مهمة. بنتشكرك كثير الباحثة الاقتصادية والخبيرة بالتنمية المستدامة ريما طليعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبتي. شكرا لك ست ريما. وإن شاء الله هيك بنشوف كوب 28 يبصر الضوء بالقرارات والالتزامات الدول اللي مشاركة فيه. شكرا لحضرتك.